عدادا للانطلاق. فتحت البوابات وانطلقت الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر 4 سنوات الخيل التي لم تربح في شوطنا الأول من علامة 1800 متر في تنافس مثير في محاولة للخروج من هذه الفئة، فئة الخيل التي لم تربح في هذا الشوط. وكما تشاهدون التنافس على شد والمحاولات الآن تأتي في هذه اللحظات من كارلين من الداخل، المحاولات أيضا تأتي في هذه اللحظة كما نشاهد في هذه اللحظة للعنبة في المركز الأول مع محاولات من الداخل الآن لغيثان في هذه اللحظة، للمركز الثاني مع محاولات أيضا نشاهدها لراهج من الخارج في محاولة أيضا للدخول وفعل شيء في هذا الشوط. العنبة في المقدمة بقيادة أحمد الأزهري في مقدمة الجياد المشاركة في هذا الشوط، العنبة مع محاولات من غيثان الآن لمحمد بن قبلان بن فاطمة العرجاني من الوسط كما تشاهدون في هذه اللحظات، مع محاولات شاهدوا الآن لعزام المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط في الدخول وعلى أيضا في دخول في هذه اللحظات كما تشاهدون أيها السادة في هذا الشوط، الشوط الأول والاقتراب من المنعطف الأخير في هذه اللحظات، التقدم أيضا لبوارق المرهوب في هذه اللحظات مع محاولات للتقدم الآن لغيثان الآن في المركز الأول، المحاولات تأتي من الخارج الآن لوردة نوف المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم وهو على تحاول الآن في هذه اللحظات الدخول وفعل شيء. وردة نوف الآن من المشاركة الثانية لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير من الخارج بقيادة أليكسس مورينو، وردة نوف ابنة سوتو ما شاء الله تبارك الله في تقدم مثير من المشاركة الثانية للإسطبل الأزرق في هذه اللحظات، المركز الثاني لمثيل والمركز الثالث يأتي لعزام والمركز الرابع لرقم 10 وعلى. إذن ما شاء الله تبارك الله الإسطبل الأزرق يضرب بقوة.